السلام عليكم. كده الصوت تمام، ويلا على طول نبدأ الحلقة. الحلقة دي مهمة جدا لكل الناس اللي غاوية ربح من الانترنت وغاوية استراتيجيات مستر بومتك. لو انت متابعني من زمان هتحب الحلقة دي جدا، ولو انت هتتابعني لسه فما تترددش انك تعمل سبسكرايب للقناة وتعمل شير للفيديو ده عشان يوصل لكل الناس، عشان الحلقة دي ان شاء الله هتعجبك. قناعته نبدأ بالحلقة. موقع AdBility، موقع AdBility من المواقع الكبيرة جدا جدا جدا، مش الكبيرة في السي بي ام، مش الكبيرة في الترتيب، مش الكبيرة في حاجات كتير، ولكن الكبيرة في الاستراتيجيات. هتفهم ده بالتفصيل دلوقتي. تمام تمام، خلينا نبدأ. ولكن قبل ما نبدأ كده في بداية الحلقة، عايزين نقارن بين سي بي ام لينك و AdBility. سي بي ام لينك كسي بي ام هو اعلى من AdBility، سي بي ام لينك اعلى من AdBility. تاني حاجة، هل سي بي ام لينك وAdBility بيقبلوا استراتيجيات؟ بيقبلوا استراتيجيات الاثنين. طب ليه سي بي ام لينك بيقبل استراتيجيات وليه AdBility بيقبل استراتيجيات؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي حالا. اول حاجة هنبدا نخش على موقع AdBility، ويا ريت لو ما كنتش مشترك في القناة اعمل سبسكرايب للقناة دلوقتي عشان يوصل لك كل الفيديوهات الجديدة باذن الله. اول حاجة نعمل AdBility.me، ده اسم الموقع. ليه انا بفضل الموقع ده عن سي بي ام لينك في حاجات كتير، وليه انا بفضل الموقع ده على العموم؟ بص هتعجبك الحلقة دي ما تقلقش. طيب اول حاجة كده نشوف الترتيب. ترتيبه 751,000. ايه ده، ده كبير جدا يا مصطفى، ازاي الموقع ده صادق؟ صادق 100% صادق. شفت اثبات دفع على جروب مستر بومتك، 1,000,000 اثبات دفع. اصلا انا عرفته من على الجروب، وطبعا جربت له حاجات كتير، والصراحه ممتاز ممتاز ممتاز. انا اشتغلت على الموقع ده، ما اشتغلتش لسه، ولكن هنشتغل مع بعض. انا بشارك معاك تجربه، هنجربها وهنشتغل مع بعض. وطبعا انا طبعا معاكم في جروب مستر بومتك. اول ما هلاقي اثبات دفع للفكره اللي انا هشرحها النهارده او الاستراتيجيه اللي انا هشرحها النهارده، اكيد هتنزل على جروب مستر بومتك. ولو فشلت فيها اكيد برده هتنزل على مستر بومتك. مشكله الموقع ده هي حاجه واحده بس، هي السي بي ام الواطي جدا. سي بي ام 2 دولار، سي بي ام 2 دولار، يعني مبلغ السحب هو 1 دولار. طب ليه سي بي ام 2 دولار؟ ده لان الموقع ما بيكسبش كتير. الموقع ما بيكسبش كتير، الموقع في مشاكل مع ادسنس في الموقع ده، لهذا الموقع بيستخدم شركتين اعلان غير ادسنس، هما اي ادز وميلو ادز. لو رجعنا كده لكام فيديو كده لورا، رجعنا كده لكام فيديو لورا، هنفتكر ان احنا شرحنا في فيديو افضل 5 شركات اعلان، شرحنا شركه اي ادز وشرحنا ميلو ادز، وقلنا ان الشركتين دول بيقبلوا مواقع الترافيك. وده معناه ايه؟ ده معناه ان الموقع ده بيقبل مواقع الترافيك، يعني انت لو اشتغلت عليه استراتيجيه خارقه هتشتغل 1,000,000% صحيحه، 1,000,000%، ولا عمر الاكونت هيتقفل، ولا عمر اي حاجه هتحصل للاكونت بتاعك. تاني حاجه، لو اشتغلت عليه استراتيجيه بافن هتشتغل معاك 1,000,000%. اشتغلت عليه استراتيجيه بافن الثلاثيه، سوري ده الاستراتيجيه دي لسه هشرحها، اسف. المقصود انك تشتغل مع الاستراتيجيه خارقه او استراتيجيه بافن او الاستراتيجيات اللي لسه هتتشرح قريب. فما تنساش بقى تعمل سبسكرايب للقناه عشان توصلك الفيديوهات اللي هتيجي دي. تمام. خلينا نكمل. اول حاجه نعمل هنا كريت ان اكونت عشان نعمل اكونت. انا كنت اصلا مسجل، ولكن خلينا برضو نتابع معاكم عشان كده هيجي لي ده من الاول عشان كنت مسجل. تمام، لازم نعمل ساين اوت. طبعا انا ما اشتغلتش، عندك التوتال 1 بس والدنيا كده. تمام، ركز كده، هتلاقي هنا اعلانات مش ادسنس، كوين ميديا، ما اعرفش ايه، اعلانات غريبه جدا. لكن انا بتكلم على الاعلانات الداخليه في الموقع نفسه، الاعلانات الداخليه في اختصار الرابط نفسه، مش اي حاجه غير ميلو ادز وادز. تمام، انا هخرج وهعمل لوج اوت. نبدا نسجل مع بعض. طبعا يا جماعه الدفع بتاع الموقع ده الدفع التقليدي هو بيبال اكيد في الموقع، وزي ما قلنا انا بلغ السحب هو 1 دولار. ليه انا بفضله؟ قلت لك لان هو هيقبل معاك كل حاجه. طيب اول حاجه هنا تكتب يوزر نيم والايميل وهنا الباسورد. هتعيد الباسورد، هتكتب هنا الجمله دي وهتعمل سبميت. في مفاجاه كمان كده انا محضرها لكم، بعد ما هتعمل اكونت وقف الفيديو ثانيه واحده، تعمل اكونت وبعد كده ترجع لي مره ثانيه. اي هاف اوريدي اي اوريدي هاف ممبرشيب، وهتعمل ساين ان مباشره، طبعا ايميل وباسورد. كده مبروك عليك الاكونت. زي ما انت شايف، زي ما قلت لك، كل حاجه في الموقع ده مش ادسنس، وده اللي يسهل عليك العمليه بسهوله جدا. طب ليه؟ طب نركز مع بعض. ليه الموقع مش هيكتشف؟ الموقع عمره ما هيكتشف، لان بيكتشف عن طريق ان ادسنس بيكتشف ان في مشكله في الايبهات. ادسنس جوجل اللي بيكتشف، الموقع نفسه ما بيكتشفش حاجه، لا جوجل اللي بيكتشف ان في مشكله في الايبهات، فبيقوم قايل لصاحب الموقع انت عندك مشكله في الاعلان بتاع كذا وكذا وكذا، فيعرف ان في مشكله، فيبدا يراجع الثغرات بتاعه الموقع ويبدا يقفل كل الثغرات. عشان كده طالما ما فيش ادسنس يبقى ما فيش سكيورتي. عوده سريعه على الموقع، نرجع على طول. طبعا
مش محتاج ان اشرح كل ده، انا جاي اشرح استراتيجيه. نبدا على طول. انا مثلا كده يا جماعه عملت نيو شورت لينك، وقمت واخد لينك القناه بتاعتي، خدت كوبي وعملته هنا بيست وعملت شورتن، هيديك لينك هنا. هتقوم داخل على لينك بشكل مباشر، هتشيل جوجل دي وتحط ده وتعمل اختصار عليها كليك يمين، وتعمل كوبي لينك لوكيشن وتسيبها مفتوحه، مش مشكله. طيب اول استراتيجيه معانا هي استراتيجيه الخارق. هتشتغل؟ ايوه هتشتغل. هنشتغل على واين سكرايب ونشوف. نفتح كده واين سكرايب. واين سكرايب هل لسه شغال معايا ولا لا؟ انا مش فاكر الصراحه، ولكن هنجرب. نعمله كده اون ونعمل دي اون. زي ما انت شايف اتصل هنا واين سكرايب. كده مش محتاجين اي حاجه، اللينك تم اختصاره. كل اللي انت محتاجه انك هتخرج بس من الاكونت، تعمل لوج اوت بس، كل ده اللي انت محتاجه عشان بس الموقع ما ياخدش باله من اي حاجه. عايز زيادة تأكيد هتخرج خالص من الفايرفوكس وتبدأه مرة تانية، ده زيادة تأكيد بس لو انت حابب، مش حابب خلاص. تمام تمام هنا اليو اس ايست يعني من يونايتد ستيتس. هنعمل كده انتر، هنلاقي الموقع بقى من الداخل في اختصار الروابط. تعال بقى كده نفصصه مع بعض. بسم الله. انت هنا من يونايتد ستيتس، اول حاجة عندك هنا اعلانات اي ادز، اعلانات اي ادز تمام. وهنا في اعلان ليه ميلو ادز تمام. هنا في اعلان ميلو ادز تمام تمام الموقع حتى وغلبان فيه الكباتشا، جايب لك كباتشا بسيطه جدا وسهله جدا، انت ممكن تحلها بسهوله او ممكن تخلي ده يحلها مكانك. لو انت بقى عايز تشتغل على الاستراتيجيه الخارقه صح، هتشتري من الموقع ده كريدتس. الكريدتس استخدامها في ايه؟ كل كريدت بيساوي حل الكباتشا. هفهمك. انت مثلا اشتريت 10000 كريدت، كل كريدت في كل كباتشة من دول هيحلها لك، هو اللي هيكتبها لك هنا. فانت في الاستراتيجية الخارقة هتسيب الثواني تعدي لحد ما الكباتشة ده تتكتب. هتحاول مثلا تسيبها 10 ثواني او 5 ثواني والكباتشة تتكتب، وتضغط على كليك هير تو كونتينيو. مباشرة بعد ما تخلص الكلام ده كله هتلاقي مثلا يخش معاك على العد التنازلي مباشرة، ومبروك عليك كده اول حاجة جات لك ليه يعني اول ضغط. تمام. يبقى كده الاستراتيجية الخارقة هتنفع هنا، هتنفع لكن باستخدام دي. لازم الاداه دي يا جماعه، هسيب لك الرابط بتاعها اسفل الفيديو لو عايز تشتغل فيها. انت كل المهم فيها انك هتعمل اكونت في الاداه دي. اول ما تعمل اكونت هيديك، هيقول لك انت ممكن تاخد كريدتس فري، ولكن الحاجات صعبه جدا. لو انت لو حد يعني عارف ياخد كريدتس فري من الموقع ده يا ريت يبقى يقولنا على الطريقه على الجروب. فلو عرفت تاخد كريدتس فري قول لنا ازاي انت خدتها في الاداه دي، ولو ما عرفتش فاللي عايز يشتري يشتري، بالتالي هي مش غالية يعني، فاللي عايز يشتري يشتري. تمام تمام انا زي ما انت شايف هنا انا ما عنديش ولا كريدت، عشان كده انا اللي هكتب زي ما انت شايف، بس لكنها بسيطة جدا على الاقل يا جماعة، اسهل من الحاجات التانية المزعجة. لو انتوا تفتكروا اللي هو الاختيارات والحاجات الغريبة المزعجة جدا 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 دي، فبقول ان ده افضل بكتير. استنى 5 ثواني تعمل جيت لينك او على حسب اللي هيجي لك يعني. تمام جيت لينك. تمام كده انتهت اول حاجة. بقول ان هي سهله جدا وبسيطه جدا، دي الاستراتيجيه اللي احنا بنقول عليها. طيب ليه الموقع ده زي ما قلنا في الاول خالص، الموقع ده ليه انا بفضله وليه الموقع ده كويس؟ زي ما قلت لك الموقع ده ممتاز بسبب انه مش هيقفشك باي حال من الاحوال. ده ليه؟ ده لان الموقع نفسه ما عندوش ادسنس. ادسنس هو اللي بيمسك الاعلانات وبيعرف ان ده اي بي شاف الاعلان ده مرتين، لا ده عمل كذا ده عمل كذا، ادسنس اللي بيمسك الاعلانات. تمام. اما الموقع ده مش هيمسك الاعلانات باي شكل من الاشكال، الموقع ده هو اللي هيعديك. واحد ذكي هنا يجي بقى يسالني سؤال، طب ليه يا جماعه سي بي ام لينك كان بيعدينا عادي؟ لان سي بي ام لينك بيستخدم ميلو ادز، ميلو ادز بيقبل مواقع الترافيك، فمش هيقفش موضوع الاي بي ده خالص. تمام. انا قلت الاستراتيجيه وقلت الموقع ده بسيط جدا، تقدر تجمع منه الدولار ده بسهوله جدا، حتى يعني لو ال 500 بدولار، يعني انت محتاج 500 ضغطه عشان تجيب الدولار، لكن شايف الضغطه بسيطه جدا وسهله جدا. ويعني الكباتشا اللي بياخد منك دقيقه او دقيقتين بياخد منك هنا ثانيه او ثانيتين بالكتير. ولو عايز تريح دماغك خالص اشتري من هنا، اشتري من هنا الاكواد والحاجه، اشتري من هنا الكريدتس، هي هتحل لك الاكواد دي كلها. هي مع فكره للعلم السكيب انبوت دي ما بتحلش غير النوع ده بس، النوع بتاع الكتابه بس. تمام. نوع الاي ام نوت ريبوت ده ما بيحلوش للاسف يعني. بحاول الايام دي والله ادور لكم على طريقه تكون مجانيه وتكون بتحل كله الايام دي باذن الله، هحاول عليها. اعتقد كده انا قلت كل حاجه. مره تانية نعيد الاستراتيجيه من الاول.
نعيد الطريقه من الاول. المواقع مشكلته الوحيده هو السي بي ام، لكن الموقع ده انه يقفشك ده مستحيل. تمام، حاول تتابع معايا كده الاستراتيجيه من الاول للاخر. تمام، اول حاجه لما تختصر الرابط في موقع ادبيلتي، حاول اول حاجه تختصره في لينك، تختصره في برايفت لينك، عشان برايفت لينك بيخفي حاجات كتيره جدا، منها اسم البورده ومنها حاجات كتيره جدا، فده بيخلي صعب جدا ان اي موقع حتى لو حاول انه يجيبك مش هيجيبك. تمام. تاني حاجة عايز تستخدم بقى في بي ان، وان سكرايب از هايد في بي ان، استخدم هايد اي بي، استخدم اي في بي ان انت عايزه، تمام هيشتغل معاك زي الفل. المهم بس حاول تستخدم الفي بي ان الاسرع. تمام. عايز تستخدم الاستراتيجية الخارقة كلها، لازم هتشتري كريدتس من هنا لو عايز تستخدمها كلها. عايز تستخدم استراتيجية بافن، هتشتغل معاك 100% صحيحة، 100% مش هيقولك اي حاجة. تمام. محتاج قد ايه عشان تجمع الواحد دولار؟ هتسحبه قد ايه؟ انت محتاج تجيب 500 ضغطة. 500 ضغطة دول تعملهم في قد ايه؟ تعملهم في ساعتين، 3-4، مش اكتر من كده ولا اقل. ده بسبب ايه؟ ده بسبب الصراحة ان 500 كتير، ولكن بسبب الموضوع سهل جدا. حاجة أخيرة بقى عايز أقولها للشباب، على فكرة أنت لو كررت الأي بي هيبقى عادي، ما تقلقش يعني من موضوع تكرار الأي بي، يعني لو جالك هنا نفس الأي بي عادي ما تقلقش، عديها يعني ما تقلقش. الموقع يعني مش هيكلمك في حاجة، أعتقد يعني إن ده 90% الموقع مش هيكلمك في أي حاجة. تتأكد من إن هو هيحسب لك الضغطات، هتخش هنا على الويزدرو مباشرة بعد ما تخلص الضغط، يعني أول ما تضغط هتخش هنا على طول على الويزدرو، ما تخش على التوتال فيوز مالكش دعوة بيها، هتلاقي هنا الفلوس اتحسبت لك مباشرة هنا. تمام، يعني اول ما تلاقي الفلوس هنا محسوبه اعرف ان الفلوس كده خلاص هتتحسب لك في الضغطات. تمام، حتى لو لقيتها واحد شويه هتلاقيها اتنين، بعد فتره كده من الوقت هتلاقيها اتنين. تمام، ده مش تهنيك بالموقع ولا حاجه، لا يمكن هو ده سيستم الموقع، انا مش عارف صراحه، يمكن ده سيستم الموقع، لكن هو بيحسب لك فلوس درو الاول. تمام، اتمنى بس يكون كده الاستراتيجيه دي عجبتكم، اتمنى بس يكون كل الناس استفاد من الاستراتيجيه دي. مره ثانيه بقول الاستراتيجيه دي هي ممكن تكون ضعيفه شويه في الربح، محتاج 500 ضغطة، 500 ضغطة مش قليلين عشان تكسب $1 بس، ولكن الاستراتيجية مش هتتقفل بسهولة، الاستراتيجية مكملة معانا بإذن الله، تقدر تخليها أسرع وتقدر تخليها أفضل بكتير لو استخدمت الاستراتيجية الخارقة تخليها تعد لوحدها. ولكن المشكلة زي ما قلت لك في الكباتشا، ولكن الكباتشا انت ممكن تحله بالطريقة دي. ولو عايزين حلقة خاصة نحاول كده في البرنامج ده مثلا أو في الأداة دي، نحاول كده نشوف حاجة مجانية كده تظبطنا في الأداة دي، إن شاء الله في الفترة الجاية هحاول أعمل حلقة ليها. بس أهم حاجة تعمل لايك للفيديو ده، اللايك ده بيشجعني جدا لما بلاقي الناس عاملة لايك للفيديو، فبحس إن الفيديو فعلا فاد الناس، وإن أنا فعلا أرجع أقدر أنزل فيديوهات أقوى بإذن الله. ورمضان كريم عليكم بإذن الله. كان معكم مصطفى من قناة مستر بومتك، شفت الفيديو، أشوفك إن شاء الله في الفيديو الجاي. سلام. بس بقى.